الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها يثبت الله الذين
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما يثبت الله الذين آمنوا بالقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة
كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. كل وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار صدق الله العظيم
الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه وسخر لكم الليل لا
إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل ربنا
ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وما يخفى على الله من شيء في الأرض